لملف نقاشنا الثاني، سأناقش معكم اليوم البرلماني الذي قررت الجزائر انعقاده اليوم البرلمان حول القضية الصحراوية. رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي كان قد صرح وأكد أن الجزائر ستظل داعمة للشعب الصحراوي لتطبيق الشرعية الدولية، مجددا الرفض القاطع لمراوغة المستعمر عبر خطة الحكم الذاتي، معتبرا أنه معتبرا أنه لن تنضوي على أصحاب الحق. إبراهيم بوغالي كان قد تحدث كذلك حول دعم الجزائر للقضية المركزية وحول المستعمرة الأخيرة بالقارة الأفريقية. البرلمان أكد أنه لم يتخلى يوما عن التضامن مع الشعبية الصحراوي، خاصة أن الجزائر دعمت 15 حركة تحررية في أفريقيا في إطار تطبيق اللوائح الدولية. كل هذه النقاط وأكثر أناقشها مع ضيفي الكريم الذي يلتحق بي عبر الهاتف مباشرة، الأستاذ حدي كنتاوي المحلل السياسي الصحراوي. من المنتظر أن يلتحق بي عبر الهاتف لأناقش معه ما كان قد أكده إبراهيم بوغالي: الجزائر ستظل داعمة للشعب الصحراوي لتطبيق الشرعية الدولية، مجددا الرفض القاطع لمراوغة المستعمر عبر خطة الحكم الذاتي، معتبرا أنها لن تنطوي على أصحاب الحق. إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني كان قد تحدث أنه الجزائر اليوم لن ترضى بذلك. لعل الهدف المرجو من اليوم البرلماني حول القضية الفلسطينية أو القضية الصحراوية هو إيصال الصوت للهيئات الدولية في إطار التحرك في مجال التضامن مع الشعب الصحراوي لاعتراف دولي باستقلاليتها. وأكد أن الجزائر دعمت 15 حركة تحررية في إفريقيا فيما يخص القضية الصحراوية التي تبقى آخر قضية تصفية استعمار في القارة الأفريقية. إذن البرلمان لم يتخلى يوما عن التضامن مع الشعب الصحراوي، خاصة وأن الجزائر دعمت 15 حركة تحررية بأفريقيا في إطار تطبيق اللوائح الدولية. وأكد كذلك أن التضامن للجزائر المطلق لم ولن يتغير حول القضية وآخر قضية تصفية استعمار بالجزائر. نناقش الموضوع مع ضيفي الكريم عبر الهاتف مباشرة، الأستاذ إسماعيل دبش المحلل السياسي. أهلا بك معنا، مساءك سعيد أستاذ إسماعيل دبش. أهلا وسهلا. إذن اليوم كنت محاضر في هذا اليوم البرلماني الذي خصصته الجزائر في إطار القضية الصحراوية وباعتبارها آخر قضية تصفية استعمار بالقارة الأفريقية. أولا، رمزية هذا اليوم البرلماني الذي احتضنته الجزائر وأهدافه، تفضل. أولا، رمزيته يتزامن مع تقريبا عقب يوم الشهيد، يوم انتصار الثورة، يوم الشهيد، وبالتالي احتفالات هذا الأسبوع كلها كانت حول يوم الشهيد وبرمجت في هذا الإطار. لكن الأساس هو أن البرلمانات البرلمان دوريا سنويا ينظم ندوة حول حركات التحرير وفي مقدمتها تصفية الصحراء الغربية. وكانت فعلا كان حضور نوعي، سواء برلمانيين او فعاليات المجتمع المدني او احزاب سياسيه واعلاميين، وحقيقه كان الطرح جد ومتكامل. لم يكن حول تضامن اجل الصحراء الغربيه، لان هذا موضوع مفروغ منه، لانه عندما يتعلق الامر بتصفية الاستعمار في العالم بصفة عامة وفي فلسطين والصحراء الغربية بصفة خاصة، فكل الفعالية من الحكومة إلى المجتمع المدني إلى الأحزاب السياسية إلى البرلمانات كلمة واحدة، وهذا ما شاهدته اليوم.
إذن الموضوع كان النقاش حول ما هي الآليات التي يمكن أن تدفع لإزالة العوائق لتنفيذ حق الشعب الصحراوي بتقرير مصيره من خلال الاستفتاء. وفي هذا حضر ممثلا عن وزارة الخارجية، ممثلا عن مجلس الأمة، وممثلا عن مجلس الشعب الوطني، وأنا كنت كأستاذ في الأستاذ مهتم بالقضية. حضر السفير الصحراء الجمهورية العربية الصحراوية والمناظرين القضية ككل، وتم تداول كيف يمكن أن نضغط على أن نتجه نحو الدول التي لا تفهم القضية الصحراوية قبل ما نتوجه للدول المتضامنة مع القضية. والمحور الثاني كان حول ما هي آليات تأثير الضغط، ومن بين الأشياء التي اقترحتها أنا كمحاضر اليوم قلت أن الدول الأوروبية كلها والعالم الغربي علاقاتها مع المغرب لا تساوي إلا 2%، بينما 98% هي مع إفريقيا، وبالتالي مصالح الغرب بصفة عامة هي مع إفريقيا، وبالتالي على الدول الإفريقية أن توظف هذه المصالح الاقتصادية والعلاقات مع الغرب والاستعمال المتغير الاقتصادي للضغط على العالم الغربي للاتجاه نحو الضغط على النظام المغربي للتفاوض مباشرة مع جبهة البوليزاريو من خلال المينيرسو، من خلال المبعث الأمم المتحدة لتجسيد الاستفتاء. يبدو لي أن الآلية الأولى تم وكانت هي إحدى التوصيات الموجودة في نهاية المؤتمر في نهاية الندوة. النقطة الثانية كذلك التي تم تناولها أن طيب، لكن برأيك هذه الخطوة رمزية كما سبق وأشرت، إلى أي مدى أو كيف يمكن أن تصل من قبة البرلمان الجزائري إلى البرلمان العربي، خصوصا وأن الجزائر اليوم هي من ترأس جامعة الدول العربية؟ هو الحقيقة أنا اقترحت في إطار المحاضرة تاعي على العالم العربي أن يفرق ما بين دعم حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها وعدم السيادة بالحدود عند الاستقلال والقومية أو العمل العربي المشترك، بأن الدول العربية العالم كله يتوحد على أساس دول، اتحاد أوروبي توحد على أساس دول، وبالتالي أن تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية وإقامة الدولة العربية هو تكميلا للعمل العربي المشترك وليس تأثيرا سلبيا كما يريد النظام المغربي أن يروج إليه. الاتحاد الأفريقي تشكل على أساس دول، الآسيا في آسيا تشكل على الدول. إذن لابد من علينا أن نبدأ بالعالم العربي، ورسالة نوجهها لهم: أنتم كنتوا ضد الاحتلال العراقي للكويت، لماذا لا تقفون ضد الاحتلال المغربي للصحراء الغربية؟ وطار في هذا الموضوع، ويجب أن نخرج من أن العالم العربي يجب أن يخرج بأن ملف الصحراء الغربية ملف طابوهات ولا يناقش، يجب أن يناقش فيه دول عربية تتفهم هذا الملف، مثل سوريا، مثل حتى عناصر مجتمع مدني وأحزاب سياسية في عدة دول عربية، سواء في مصر أو عدة دول عربية. جميل، وصلت الفكرة أستاذ إسماعيل دبش، شكرا لك جزيل الشكر لمداخلتك معنا اليوم وإطراء نقاش الفترة الإخبارية في ملفها الثاني، شكرا لك.